قوة شباب، معاكم يعقوب. حلقة البعد الآخر جاية راح نتكلم إن شاء الله عن أحلى السلاسل مرت علينا، وشنو الأجزاء المعينة اللي ممكن ننصح فيها ربعنا. مثلاً إذا مثلاً على سبيل المثال واحد سألني شنو أحلى جزء برناوت، أبي ألعب برناوت، شنو أحسن جزء تنصحني فيه؟ فأختار له جزء من أجزاء برناوت اللي نزلت اللي المفضلة بالنسبة لي أنا يعني. فمو شرط تكون ألعاب سباق، مو شرط تكون ألعاب رياضية، مو شرط تكون ألعاب قتالية، أي شيء تبون، أي شيء تتحبونه اذكروا بالتعليقات. إحنا نبي ثلاث اختيارات، يعني ثلاث ألعاب من ثلاث أو لعبة من كل سلسلة، وثلاث سلاسل إحنا نبي منكم. فشاركوا قسم التعليقات، إن شاء الله راح نسجل حلقة بتاريخ 7/9 إن شاء الله يوم أحد، ويعطيكم العافية.